مستمرة. طبعا أنا تعلمت البلوت من زوجي من تقريبا مدة سنتين، فأول ما شفت فيه تسجيل ومسموح بالنساء للتسجيل هذه فترة، فقدمت التسجيل وحطيته طبعا معي شريك هو. أول ما كنت أتوقع أنه راح يكون فيه موافقة وكذا، لما جات الموافقة الحمد لله تحمست وجيت اليوم إن شاء الله. هذه أول جولة لنا. أول شيء كانت لعبة محكورة للرجال يعني دائما، فبعض الألعاب الواحد اللي يقول ما هي بلكم الواحد يبغى يعرفها، فكشغف مني أبغى أعرف اللعبة كيف يلعبونها الرجال وكذا، فتعلمتها معها. اللعبة ممتعة وأتمنى تكون القوة بعدين للبنات أكثر من الرجال في هذه اللعبة. صح أنهم من زمان هم يلعبونها من 50,000 سنة يمكن، بس إن شاء الله السنوات الجاية تكون بعد مشاركين فيها البنات يلعبون فيها. البطولة تستهدف فئة الرجال كما كان في نسختها الماضية، إضافة إلى العنصر النسائي كأول مشاركة لهن في هذا النوع من المنافسات.